ما عم بتقضوها على تيك توك بس. ما هو الجبل الأعلى في العالم؟ الجبل الأعلى في العالم سهل. جبل إيفرست. كفو عليكم، سؤال سهل بس. يلا شو الكوكب يلي بالكواكب الشمسية حرارته توصل للمليون؟ عطارد، الزهرة، المريخ. يلا يلا في حدا جاوب صح. بس بطبيعة الغلاف شو اللي سهرة. برافو كرم. بس حرارته ما بتوصل للمليون. أنا صرت الطريقة غلط، سوري. المرة أنا خربطت يا جماعة. ما هو الطائر الذي لا يتمكن من المشي بسبب ركعة قدمي؟ طائر ما يتمكن من المشي بسبب ركعة قدمي. الخفاش، فلامينغو، الطنان. حرارته 4000. يلا يا جماعة شو هو الطائر الذي لا يستطيع المشي بسبب الطائر الذي لا يتمكن من المشي شو الله بسبب رقة قدمي؟ شكرا. يلا سؤال سهل. نعم عطيتكم اصلا انا الخفاش. كفو صح، اول مرة انت بتجاوب صح. شو أكثر ديانة مشهورة بعد الإسلام والمسيحية بالعالم؟ ثالث أكثر ديانة موجودة بالعالم بعد الإسلام، الإسلام بالدرجة الأولى، المسيحية بالدرجة الثانية، في كمان ديانة بالدرجة الثالثة. ممكن خيارات بتصير سهلة. شكرا. مال البوزية، مال البوزية يا جماعة. أعطيكم مثال سهل.